مرحبا، بأول فيديو بالسنة الجديدة بتمنى أن تكون سنة خير على الجميع وسنة مليئة بالصحة والنجاح. رح نشوف سوا فيديو قصير بيحكي عن موضوعنا اليوم. ما بعتقد فكرة اليوم بدها مقدمات، لأن الانترو يلي بلشنا الفيديو فيها بتحكي كل شيء. هيدا الفيديو عم بعمله كتعديل على أول فيديو نشرته عن كيفية إنشاء قناة فتنس أو تمارين رياضية، بعد ما وصلني كتير رسائل وتعليقات على أنه موقع ماي بادي كرييتر يلي اعطيتكن إياه بالفيديو الأول صار عم يضيف اللوجو تبعه بوسط الفيديو. اليوم رح أعطيكم طريقة كيف فيكن تزيلوا اللوجو من الفيديو مع إضافات بتعطي احترافية للفيديو، وهي الخلفية شبيهة للي شفناها بالإنترو مع عداد على كل مشهد وموسيقى خلفية واسم كل تمرين. خليكم معي بتفاصيل هيدا الفيديو حتى تشوفوا الطريقة يلي خلتني إني أعمل هيك أنواع تمارين رياضية بتخولني إني أنشرها على قناتي على اليوتيوب. قبل ما ندخل بالشرح العملي، بدي أتمنى على كل جديد معنا ويلي بعد ما اشتركوا بالقناة إنه يشتركوا كدعم لألي، وخلينا نبلش بعد الإنترو. قبل ما نبلش بالخطوات، بدي لكم انه كل المصادر اللي بدنا نستعملها رح اتركها بوصف الفيديو. انتو بس بالاول ركزوا معي على الخطوات. اول خطوة بدنا نعملها هي ان نختار خلفية للفيديو تبعنا، وحلو انه نعمل تنويع بهيدي الخلفيات حتى نعطي طابع حماسي للي بده يتابع هيدي التمارين. ولهيدي الغاية انا بنصحكم بموقع freepeak.com يلي بوفر بيئة كتير كبيرة ومنوعة من الصور يلي قادرين نستفيد منها حتى نستعملها بالفيديو. أنا استعملت خلفية مثل خشب مع بحر إلى جانبها، وإذا منشوف الخيارات ما بتنتهي. بحمل منهم يلي بدي استعملهم بالفيديو تبعي بشكل مجاني. أكيد أنتوا قادرين تدوروا على غير خلفيات تستعملون، مش بس تعتمدوا على المثال يلي أنا عطيته. بالخطوة الثانية بدي حمل عندي عداد للثواني حتى أضيفه على كل مشهد. لهيك بتوجه على موقع vectizy.com وبدور على number counter، وبحمل عداد بيعجبني بشرط تكون مدته بحوالي 20 ثانية حتى استفيد منه بكل المشاهد. اكيد مش رح يكون في تمرين اكثر من 20 ثانية، وعلى اساس مدة التمرين بصغر الوقت. رح نشوف كيف بدنا نطبقها بالمونتاج. بالخطوة الثالثة بدنا نحمل الفيديوهات من موقع ماي بادي كرييتر بنفس الطريقة يلي شرحناها بالفيديو السابق. من خلال رابط الموقع بتوجه على exercises وبنقي التمرين يلي بدي اياه، وبحمل كل الفيديوهات يلي انا عايزها. هلا حتى نزيل خلفية للفيديو، انا كنت جربت اكثر من موقع بس ولا واحد منهم عطى نتيجة مثل موقع رنوي. موقع رنوي بيوفر خاصية ازالة الخلفية للفيديوهات بشكل مجاني. كل يلي عليكم تعملوه انه تسجلوا بحسابكم الجوجل، ومن بعدها بتوصلوا لهيدي الشاشة، تضغطوا على background remover وبتحملوا الفيديو وبتعملوا له ماسك، يعني بتحددوا الجزء يلي بدكم اياه يضل بالفيديو، وهيك بتكون النتيجة. بتكرروا العملية على باقي الفيديوهات وبتحملون عندكن على الجهاز. آخر مرحلة هي مرحلة المونتاج، ويلي فيها بدنا نجمع كل العناصر يلي جهزناها بالمراحل يلي قبل حتى نصنع فيديو. أنا بنصحكن أنه تختاروا برنامج كابكات لسهولته بتحرير الفيديوهات، ومتوفر بشكل مجاني وفي خصائص تانية رح نشوف كيف بدنا نستفيد منها بتحرير الفيديو. بعمل نيو بروجكت على كابكات وبضيف خلفيات مع عداد والفيديوهات يلي شلت لها الخلفية وببلش نظمه. بترك الخلفية ما بعمل فيها شيء، والعداد بضيفه فوقها بهيدي الطريقة وبصغر وبحطه على اليمين أو يسار الشاشة من فوق، وبشوف قدي وقت المشهد وبقص التوقيت حسب المشهد. يعني إذا كان المشهد 6 ثواني فأنا بقص العداد من الرقم 6 حتى يتناسب مع المشهد. هلأ بضيف الفيديو مع الخلفية وبظبط له مكانه حتى يبين واقعي بالصورة. بيبقى شغلتين بدي أضيفهم على كل مشهد. أول شغلة هي اسم التمرين، باخده من موقع ماي بادي كرييتر وبضيفه هون من خلال تكست، وبختار الخط مع اللون يلي بدي إياه، وبعمل له أنيميشن وبصغر له وقته حتى ما يبين على كامل المشهد. الشغلة التانية هي الموسيقى الخلفية، وبالمنطق لازم تكون موسيقى تحفيزية، وموقع كبكت بيوفر بيئة كتير واسعة من الموسيقى يلي قادرين تضيفوها على فيديوهاتكم. للأوديو بدور على موتيفيشن وبجرب كل وحدة حتى لاقي وحدة بتعجبني وبضيفها على الفيديو. بدي أعطيكم نصيحة أنه ما تستعملوا كلام محكي على الفيديوهات من هيدي الأنواع، لأن مش رح تجذب المشاهدين. وبالمنطق يلي بده يعمل هيدي الأنواع من التمارين بفضل أنه يكون عم يسمع موسيقى تحفزه على التمرين
بدل ما يسمع صوت شخص عم يحكي. بتمنى أكون حليت كل المشاكل يلي راسلتوني فيها بخصوص الفيديوهات للتمارين الرياضية، ونصيحة أنكم تعتمدوا على الاستراتيجية يلي شرحتها لأنه واسعة كتير، وقادرين من خلال إبداعكم أنكم تعملوا فيديوهات احترافية وتحصدوا آلاف المشاهدات. هيك أنا بكون خلصت فيديو اليوم، وتذكير سريع لكل يلي بعد ما اشترك بالقناة أنه يشترك، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي.